الشاعر اللي بيكون قاعد بيقول له فيك تفجر ديارة وفيك تألف وزارة وما فيك تقلها للست مهما كبرت اختيارة. جاني شعيب مري، يا ريت هيك بترجع بالماضي شوي لورا وبتخبرنا شي نادرة تكون أثرت فيك أو بعدك لحد هلأ عمالي بتقولها من وقت لآخر وبتتذكرها. أنا ما عندي ماضي وحاضر ومستقبل وفعل أنت كل شيء. أيوة أنا سائبت عندي ردي مشهورة بردولة العالم والشرف رددها يعني أحكيها لنفس جديد على رأي أساس سعيد في واحدة من عمنكت لحاله يضحك شوي بسيطة بآخر ضحك ترى ضحك كبيرة عمدك أنا شو مجنون لا مش مجنون يا خي عمنكت لحاله طيب إيش كبرت الضحكة قالوا حكيت لنفسي نكتة أول مرة بسمع سبا وزميل فيلك زميلي بالتلفزيون سألتني السؤال يعني نعم هي الزواج مش احتراف ولا حرفي ولا تراث يا جنوب هذه هواية ومزاج انا بعدني ما سألتك على الزواج قلت هلا لنقطع عن النوادر الشعرية واسألك هل الزواج هو من التراث انا هيك ملاقي بجنوب انا هيك ملاقي بجنوب يعني كل واحد عنده اثنين ثلاثة من هيك لكتار على راسي في امريكا بامريكا بالولايات المتحدة نعم بتجي المدام بتقول لك جوز السابع هيناك بيقول لها مرتي العاشرة يا رب إلا مرتي نحن بلبنان نحن بلبنان هيدا مش عايب إلنا يعني هيدي شريعة الله وشريعة المدنية طيب رقم خمسة من أيتين صارت رقم خمسة ما فيش عم بخمسة سنة لا دور بلبنان كان نوع تغيير المرأة بحسك جرى هاتي لزين شعايب ورقة ومحبر نعم أول مرة تزوجتها عن مقدرة وجابت عالية عن بطش بيو مستر خلصنا أول مرة تزوجتها عن مقدرة وجابت عالية عن بطش بيو مستر وتاني مرة لأخذ الرأي والمشورة وتالت مرة للكنفش والبهورة ورابع مرة مشي العرايس غندرة وخامس مرة وسادس مرة وسابع مرة ها؟ لا مبين كثير شو رأي علي بهالموضوع؟ يلي بسر له بكل خزنة جوهرة يغير عدرسه ورز وطحين ودرار صحيح شو بيجبره؟ تيعيش مكتوف اليدين وطول العمر عايش على صحن مجدد علي علي انت أول شمعة ضوت ببيت زين شوي ما في شك مضبوط؟ مضبوط شو رأيك بالشي اللي عمالي بقوله الوالد؟ والله دي شي طبيعي وتفضل فيه بدي هيك تجاوبه بكم بيت شعر هيك والله في سبق ومرة هيك التقينا نادرة يعني نادرة يعني هاي نادرة واقعية صارت هيدي من شي 20 سنة تقريبا تفضل على المسرح عم بغني بالجوقة هو أستاذ زغلول الضمور خلاص بس عمري 40 أنا من 20 سنة مضبوط مش خاطر عبالي قل له للوالد ربي قلت له يا والدي رح بسألك هالمسألة ابنك أنا والشبل ابن المرجل صحيح يا والدي رح بسألك هالمسألة ابنك أنا والشبل ابن المرجل ضل اسمك زين شي 20 عام ولو ما علي ما صار اسمك وعلي بدي جاوبك علي أبو علي هلا أبو علي بدك بعد متذكر نكون جوابه اللي يا شبل يا شبل تتهاجم أسد يا شبل كيف لك عين تتهاجم أسد سمعنا أنا وشي بلن ابني علي ما كنت أم علي الله سهل عليهم طلع نعم بلن ابني علي مبعوث من تاني بلد نعم يهاجم أبوه الشي بنجوم الجلد يا شبل تتهاجم أسد كيف لك جلد لازم بكرباج الأبوة تنجلد لو ما أنت مصاري سيبو علي ولو ما أنا شو كان جابك يا ولد